نتعرف على جميع أفراد عائلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالصور. زوجة رجب طيب أمينة أردوغان مواليد جولبران يوم 21 من فبراير 1955 في إسكودار بإسطنبول التركية، تنحدر من قومية عربية وهي الإبنة الصغرى لعائلة مكونة من 5 أبناء. التحقت أمينة بكلية مدحت باشا قسم الفنون وتركت الدراسة بإرادتها قبل التخرج، وبعدها توجهت إلى العمل الاجتماعي والتحقت بجمعية النساء المثاليات التركية. وفي إحدى فعالياتها التقت أردوغان لأول مرة عام 1977، وبعد عام وبالتحديد يوم 4 من فبراير 1978 تم عقد قرانهما. لعبت أمينة أردوغان دورا بارزا في الحياة السياسية والاجتماعية لزوجها وساندته منذ أن كان ناشطا في حزب الرفاه الإسلامي ثم في حزب العدالة والتنمية التركي، حتى وصل إلى هرم السلطة رئيسا للوزراء ثم رئيسا للجمهورية التركية في 14 من أغسطس 2014. أما سمية أردوغان فتعتبر الأكثر نشاطا بين إخوتها في الشأن العام، وبعدما تخرجت من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة وحملت إجازة في العلوم السياسية والاجتماعية، حصلت على درجة الماجستير في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وهي تعمل في صفوف العدالة والتنمية منذ عام 2010 كمسؤول في العلاقات الخارجية ومتابعة الصحافة العالمية. إسراء أردوغان البراق مواليد 1983، وهي عالمة اجتماع تركية، وهي ابنة الرئيس التركي الثاني عشر رجب طيب أردوغان وزوجة وزير المالية رقم 66 بيرات البراق. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.